اهلا بحضرتنا الحواريه الثانيه والاخيره في برنامج مصر جميله، واللي مخصصينها ايضا الحديث عن الفن. الفقره الاولى كانت على عن الاراجوز، وده فن تراثي جميل جدا جدا، وما زلنا مع التراث والحفاظ على التراث باشكاله الفنيه المختلفه. الحقيقه ان العولمه ممكن تكون شيء جيد جدا من حيث قدرتهم على التواصل بينهم وبين بعض كشعوب، او يعني ان احنا نصل الى الاماكن بسهوله، دي من فوائد العولمه. لكن العولمه لها ايضا شرور كبيره جدا، لان العولمة صبغت العالم كله بصبغة واحدة، وكأن هناك حضارات عريقة جدا توارت لصالح دول ليس لها هذه الحضارة. كلنا بقينا شبه بعض، بنلبس لبس واحد، بنتصرف تصرفات واحدة، بنحط حتى ميك اب واحد وشعر بطريقة واحدة، وده ما بيخليش الإنسان يحتفظ بتراثه أو بهويته اللي بتميزه عن غيره من الدول. الفن أهم وسائل الحفاظ على التراث والحفاظ على الهوية، علشان كده في فنانين كتير جدا انتفضوا علشان الحفاظ على التراث بشكل يعني ثوري، ولكن بشكل ثوري على الورق أو على استخدامهم لخامات بيئية معينة نحافظ من خلالها على تراثنا المصري. بنحتفي النهاردة بواحدة من الفنانات المهتمة بالتراث المصري واللي بتحافظ عليه من خلال معارضها وأعمالها الفنية المختلفة. النهاردة بسعادة استضافة الدكتورة إيمان وجدي، أستاذ الأشغال الفنية المساعد ووكيل كلية التربية النوعية بجامعة أسوان. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. بداية يعني أنا عايزة أتعرف على يعني رؤيتك لفكرة علاقة التراث بالحفاظ على الهوية، شايفة إزاي؟ التراث ده حاجة جميلة جدا موجودة عندنا، وفي شعوب كتير قوي بتتمنى انها تشتري ربع تراثنا. صحيح. احنا عندنا انثروبولوجيا، المجتمع اللي احنا عايشين فيه، العادات والتقاليد، الخامات اللي ربنا حب بيها مصر، والاصول والفطرة والجمال اللي احنا بنورثه من اجدادنا ومن الحرف الموجودة عندنا. ده حببنا ان احنا يكون نحتفظ بالهويتنا. يعني الناس كلها بتعشق تيجي مصر عشان تشوف المنتج بتاعنا وتشوف حضارتنا وتاخد سوفينير معاها وهي ماشية كتذكار سياحي. فاحنا بنرسخ ده في عقول ولادنا من خلال الدراسة الأكاديمية، ومن خلال حبنا احنا ذات نفسنا للحرف او للفنون الشعبيه الجميله اللي عندنا. يا رب يا رب نقدر نحافظ عليها دايما يا رب يا رب. وانا عارفه ان حضرتك ليك العديد من المعارض، وفي معرض معين هنتكلم عنه النهارده، بس قبل ما نوصل للمعرض نوصل ازاي وصلتي لانك تكوني فنانه؟ يعني بدايات الموهبه والمسيره بقى الاكاديميه والفنيه ازاي مشوا بالتوازي مع بعض؟ انا كانت جدتي تركيه وبتحب جدا الاحجار الكريمه، وبتحب قوي انها تعمل بنفسها الاشربات والاحزمه، وتعلمنا منها هي ووالدتي ازاي ان انا اطرز على الكوله بتاعتي، ازاي ان انا اطرز على الشنطه بتاعتي. فكنت حابه قوي قوي المجال ده. جيت بعد كده دخلت في اصول الثقافه، ليها دور كبير جدا من واحنا اي ورشه اي ندوه. يعني انا من خلال مكاني ده بنادي الاهالي ان هم فعلا يوصلوا اولادهم باصول الثقافه، لان في ندوات وفي ورش عمليه وفي ناس متخصصه في كل قصر ثقافه جنب البيت بتاعك، بتدي فن جميل قوي هيحافظ على ان ابنك يكون مستقر نفسيا ويتعلم حرفه ويتعلم فن وذوق وجمال في تنسيق الوانه. هيخليه المنتجات اللي حوالين الهادر بتاع البيت حاجة زجاجية، حاجة بواقي أقمشة، حاجة بواقي بلاستيك، حاجة من مخلفات نخيل، هيقدر ان هو يوظفها ويعمل لك بيها حاجة جميلة انت حتى هتحترم ذوقه وهتقدره. من خلال ده كان توجه والدتي ربنا يبارك فيها ان انا اتعلم حاجة زي كده، وبعدين اثقلتها بالدراسة بتاعتي، لان كنت بحب قوي قوي مجال الاشغال الفنية، احب اعمل اكسسوارز، احب اعمل تطريز. فالحمد لله ربنا رزقني ده، ورزقني اكتر بتعييني في اسوان، اصل الجمال حلو السحر. يعني عايزه اقول لك يعني اجمل منطقه تقدري تعيشي فيها هي مصر، كلها جميله، بس هم عندهم فطره وسنس كده جميل، والطبيعه ساحره، وفيها هي بقى مخزن لكل المواد الخام اللي حضرتك بتتكلمي عنها. طبعا طبعا. يعني الحقيقه انه ده شيء جميل، وبرده في دعوه مباشره، لانه حصص الاشغال الفنيه والاشغال اليدويه اختفت في المدارس تقريبا. ففكره وجود قصور ثقافه ودعوتك ان الناس تتبنى زياره ابنائها لقصور ثقافه، ونحن نهتم بالتطريز، كل جداتنا كانوا بيطرزوا وكانوا بيعملوا الكلام ده، احنا فقدنا الشيء ده كجيل، وكاجيال جديده كمان هي بعيده عنه تماما، يا ريت يبقى في عوده. حضرتك عاملة معرض جميل جدا يتناسق ويتماشى مع المنطق اللي بتتكلمي بيه، هو اسمه الشرنقة هوية التحول،
واحنا بنعرض يعني بعض الاعمال الفنيه لحضرتك على الشاشه من هذا المعرض. كلميني الاول عن العنوان اللي يبدو يعني معقد شويه، لكن اعتقد انه سهل يعني. انا بعمل معرض عن فكره الشرنقه. بحب قوي يعني، وانا صغيره كنت اشوف، كنا بنشتري دود قزم من المدارس ونقعد ان احنا نربيه ليه مرحله معينه، بتحطيه في مكان عدم اضاءه برطوبه معينه، وبعدين تاكليه وتفتحي وتقفلي وتشوفيها مراحل التحول بتاعتها لغايه ما تطلع فراشه وثابت لك الحرير الطبيعي. اللي هو والدتنا زمان كانت بتعلمنا ازاي افك الشرنقه، صبر. هي الاشغال الفنيه معتمده على الصبر، وبعدين تعملي منه خيط، الخيط ده تقدري ان انت تصبغيه وتلوني منه. مرحله الشرنقه دي انا رجعت لها، عايزه افتكرها يعني. بدات ان انا اشوف ان في شرنقه بتبقى موجوده على الاشجار، شرنقه موجوده انت ممكن تربيها في بيئه معينه، الاشكال بتاعتهم. في المانيا حديقه كامله عن الشرانق والفراشات، وناس هناك بتتابع التحول بتاعها. انا قلت مرحله التوالد او مرحله دوره حياه كائن عجبتني، او ان انت تتحولي من حاجه لمرحله ثانيه، تشتغلي على الكتله، على الفراغ، على الشفافيه. الحاجات دي بتحتاج خامات تكون شفافه، فانا يعني فكرت، انا بحب قوي قوي النخيل ومخلفات النخيل. عملت الحمد لله بفضل الله كذا بحث عن كم قطعه في النخله، فبدات ان انا اشوف ان هويه التحول بتاعه الشرنقه من ايه رايحه لفين. طب اتغلب ازاي ان انا مش عايزه استخدم زجاج او حاجه، وانا حابه ان انا اكمل في مراحل النخله. طبعا احنا رؤيه مصر 2030 بتقول لنا ان احنا نستخدم الخامات المستدامه في كل محافظه. اسوان مشهوره بالنخيل مخلفاتها كتير جدا. الناس هناك الحرفيات بيعملوا الاطباق النوبي دي من جزء معين اسمه عرجون النخيل، اللي هو بيبقى عامل كده وطالع منه البلح بتاعته. العرجونه دي شفت السيدات بيجففوها يضربوها في الارض ويفتلوا منها تبقى خيوط. الخيوط دي بدات انا مع الطلبه بتوعي الاول اقول لهم من بيئتكم نشتري الصوف والبتاع، يبقى خامه موجوده رخيصه متوفره عندنا مش هنشتريها، ونعمل منها النول بتاعنا، نعمل منها شنطه، نعمل منها وحده اضاءه. انا بعد كده اخدت الخامه وقعدت العب فيها بقى في التقنيات بتاعتها بالميكانيزم بتاعها، ان انا اقدر احولها لتقنيات معينه، لغايه ما لقيت الشكل بيطلع معايا زي شرنقه. ففكرت ان انا اروح بقى لهويه التحول بتاعها من كائن لكائن اخر يعني. وهي فكره التحول ده او دوره حياه الانسان فعلا فكره يعني مثيره سبحان لينا الله. يعني انه برضو الانسان ممكن يخرج من الضلمه اللي هو عايش فيها للنور، فكره ان هو يخرج من الفشل الى النجاح. أيوة. يخرج من الحزن الى الفرح. يعني هي فكره الشرنقه فعلا فكره غنيه جدا، وتحيه لحضرتك ان استخدمت يعني الخامات البيئيه اللي هي خامه عرجون النخيل، ودي يمكن لو الناس ما تعرفهاش حضرتك شرحتيها، حتى موجوده في القران الكريم، حتى شرك العرجون القديم اللي هو القمر بيبقى كده. أيوة. مايل انه هلال بسيط قوي. أيوة. كده العرجون اللي في النخيل. طيب. وده حضرتك عملتي منه اشكال في المعرض، احنا بنستعرضها واستعرضناها من شويه. ايه اللي لفت نظر الناس زوار المعرض في المنتجات دي اكتر حاجه؟ كانوا بيقولوا لي الفكره جميله قوي، انت شغاله محاور، حاجه فيها انتشار افقي، حاجه انتشار راسي، حاجه انتشار دائري، في بؤر، انا حاسه ان في خليه وفي توالد. يعني المراحل، انت مش عامله العمل لوحده، لا ده انت عامله العمل في حركه جواه، بعدين بينتقل من حاجة لحاجة لحاجة لغاية ما يتولد كائن تاني. يعني مشيتينا ورجعتينا لحاجة في البيولوجي كده، ان انت اشوف مرحلة دورة حياة كائن باللون بتاعه، وازاي النمو بتاعه، وازاي التوالد ليطلع كائن اخر. أهم المعارض حضرتك يعني شاركتي فيها إلى جانب المعرض ده، حضرتك أقمتي معارض خاصة بيكي غيره؟ الحمد لله. كنت شغالة برضو بالأقمشة، معرض اسمه حوارات أسقوصة، وكنت عاملة معرض تاني اسمه كورناف النخيل، ومعرض اسمه عرجون النخيل. والحمد لله يعني عندي 12 معرض غير المعارض الجماعية والدولية اللي بشترك فيها، لأن مصر ما شاء الله يعني في انفتاح على المشاركات الفنية ورؤية
جديده ان انت تشاركي بخامات وتجارب فنيه هايله جديده يعني. وده يرجعنا تاني لفكره الحفاظ على التراث والهويه، احنا بنشارك في معارض دوليه بمنتجاتنا من خاماتنا المصريه الاصيله اللي مش موجوده في حته تانيه، فده بيخلينا شخصيه او بيحافظ على شخصيتنا. احنا اكيد مصر ذات شخصيه متفرده، فاي حد عاوز يعمم كده ويخلينا نسخه من اخرين ان شاء الله ما ينجحش، لانه ما ينفعش نصطبغ بصبغات اخرى واحنا عندنا الصبغه الاساسيه بتاعتنا. لا لا ما شاء الله، احنا عندنا حتى الناس لما بتيجي بتقول لك انا هاخد معايا سوفينير وتذكار جلد طبيعي، هاخد تذكار من غرب سهيل، يعني في اماكن معينه من شارع المعز الاحجار اللي هو الاحجار طبعا اللي هو الحمد لله احنا عندنا مش هقول صنايعيه بس، ده الصنايعي ده عنده حس فني انا بقعد قدامه مبهوره، يعني مهما بتعلم منه هو الخبره بقى طبعا ما شاء الله جدا. يعني ربنا يبارك فيك. لجانب الفن، طيب احنا عايزين نتكلم كمان عن تجاربك مع الطلاب بقى في الكليه، لانه الفكر ما انفصلش، حضرتك طبعا كاستاذه جامعيه برضو بتخلي الطلاب يمشوا في هذا المجال بشكل معين ويخدموا بيئتهم. عملتوا رسم في حوائط وشوارع أسوان، نتكلم عن هذه التجربة. هو احنا طبعا أسوان عاصمة الثقافة والفنون ومدخل مصر الجنوبي للحضارة كلها، ومهبط ان الناس بتيجي عندنا علشان خاطر تتفرج على الجمال كله. بيبقى في توجهات ما بين الرئاسة وما بين الجامعة والمحافظة ان في زيارة لسيد الرئيس، في مؤتمر جاي في المكان الفلاني، لا انا محتاج ان انا تطوير واحلال وتجديد للكورنيش مثلا. احنا اول بداية كانت لينا عملنا ميدان البنوك في ابو سمبل السياحي، وبعدين عملنا المطار الدولي. بتبقى في توجهات وبيبقى في رؤية وتيم عمل تصميمات ليها بصمة وهوية المكان اللي انت فيه، بتاخدي من الحضارات اللي مرت على المكان علشان ترضي المجتمع اللي انت عايشة فيه وتتركي بصمة تناسب قبائل في النوبة، قبائل في أسوان، مر الحضارات إفريقي وإبطي وإسلامي ومعاصر. فبنعمل تركيبة كده وبنعمل ورش عمل، بنعمل جلسات عصف ذهني زي ان انا اعمل تصميم يتناسب مع المكان والالوان، وبعدين بنعرض افكارنا ونبدا نعمل فريق للتكسير الفسيفساء، والفريق للالوان، فريق للخشب، فريق للمعدن، فريق يلزق، فريق يصنفر، فريق يورنش. عارفه اللي هو لما بتبقي مجهزه ان انت توزعي الادوار بترتاحي، كله بيشارك وكله ببصمه حب. الجميل هناك بقى ان الاهالي هم اللي بيوجهونا، يعني ممكن مثلا سيده تعمل لك شاي عصير وتنزل تقعد معاك تقول جميل ده، بس ممكن تحطي صوره ابني، طب بنتي، طب الفلان ده هو اللي كان الحرفيه اللي مشهوره في المنطقه دي اللي بتعمل الحاجه وتجيب لنا الصوره، ترضي الناس ويبقى فيه جبر خواطر وحاجه حلوه. جميل جدا، والحقيقه ده بيدفعني للتساؤل، اذا كان عندنا كل هذه العقول النيره والمحبه للفنون على مستوى الجمهوريه، ليه بنشوف بعض التماثيل المسخ والاعمال المشوهه في كثير جدا من ميادين وشوارع مصر؟ بتشعرنا بغصه في قلوبنا بصراحه، لان احنا يعني بلدنا بلد الجمال والتماثيل، وحتى التوابيت القديمه ما زالت محتفظه بالوانها واشكالها الرائعه، ويجي بقى حد يعمل لنا مسخ كليوباترا او مسخ الاسكندر، فتلاقي يعني حاجه مشوهه للغايه، ايه السبب؟ كان في رؤيه كده ان في حد عايز يشارك فهو بينزل يعمل الحاجه دي بنفسه وحاجه فرديه، لكن اصبح دلوقتي في توجه من وزاره الثقافه ووزاره الفنون التشكيليه ان هو حضرتك في الفنون التشكيليه دلوقتي فنانين دارسين وناس فاهمه طبيعه المكان، وبداوا يشيلوا المسخ ده فعلا علشان الرؤيه ويكون في طابع جمالي وثقافي لبصمة المكان. يعني فعلا احنا مرينا بحاجة زي كده، ولكن اصبح دلوقتي حقيقي هم شغالين على ده، هوية المكان والتطوير والاحلال والتجديد. اعتقد الفترة الجاية هتشوفي حاجة تانية خالص، يعني بيبقى في استعانة بالاساتذة الموجودين في الكليات دلوقتي، في فريق طبعا. عمل زي ما حضرتك عملتي على مستوى الطلاب، ممكن يتعمل على مستوى بقى الكليات الفنية كلها والفنانين المصريين اللي بيشاركوا في معارض دولية واللي احنا بنفخر فيهم وبياخدوا جوائز دولية. بالظبط، في كل محافظة سيشن فني، يعني فريق فني دلوقتي اصبح ان هو للحضارة وللواجهات الثقافية، وازاي ان انا احافظ على الفيلا الفلانية او القصر الفلاني بتاريخه، وبالاستعانه والتضافر مع وزاره الاثار اللي هو السياحه والاثار، يقول لك المكان ده ليه رونقه سيبه مكانه، بس تعالى نرمم اللوحه دي او المكان الجداريه دي
سيبها زي ما هي، ولكن هات لي بتوع آثار من الجامعات والناس الدارسه واللي ليهم باع في التجربه دي، ان هم يجي يرمم لي الحاجه دي عشان نحافظ عليها. بعدين تاخد طبقه جليز او تاخد طبقه بوليمر علشان نحافظ عليها من العوامل الجويه اللي حواليها. الفن ممكن يبدا مع الانسان من مرحله يعني صغيره جدا، وحضرتك اعتقد مريتي بالمرحله دي يعني مع جدتك زي ما قلتي ومع والدتك وتشجيعهم ليكي. الفن الان حضراتكم بتتعاملوا ازاي مع الاطفال؟ انا عارفه ان ليكي جهود مع الاطفال، وعارفه انه في كمان جهود مع اصحاب الهمم، فنتكلم عن هذه الجهود وكيفيه ان الفن ممكن يستخدم لتنميه مهاراتهم ولعلاجهم احيانا. هو يعني انا دايما بنادي بقول العلاج بالفن، ده اتعلمته من اساتذتي بصراحه. وكنا بننزل عندنا احد المقررات ان انت بتاخدي الجزء العملي فيه، ان انت بتنزلي المستشفيات وبتشوفي الطفل اللي عنده توحد، الطفل اللي عنده متلازمه داون، حد عنده حاله نفسيه، وبتخرجيه بمجموعه بيخرج الطاقه اللي جواه السلبيه في حاجه مثلا يضغط طينه، يعني بدل ما هو عصبي او بيضرب اخوه او بيفرغ الطاقه دي في تشكيل فني. قدريه وعلقه له، اعملي له معرض، اعملي له زي ركنه في البيت، قدريه. عارفه الاحترام حلو، التقدير حلو، ان انت تدي كلام ايجابي حلو، وعندنا شويه صبر، لازم نتعلم ازاي نصبر على بعض. هاتي الوان مبهجه، دخلي على النفس بتاعه الطفل ده الوان مبهجه. بدانا ان احنا نعمل نشوف حتى دور الايتام ودور الرعايه لذوي الهمم، وده توجه برضو جميل قوي من الدولة، ان انت بتعمل لهم دمج جوه المجتمع. انا اشتغلت مع متلازمة داون كتير، وعايزة اقول لك سابوا فيا بصمة، يعني بعد ما خلصت البحث او المعرض معاهم زعلت. عايز ترجعي تاني؟ زعلت، وما كنتش عميد بتاعي لما بيقول لي مش هتقدري هتعيطي، فقلت له لا لا لا، ده انا فترة وما قدرتش فين، ارتبطت بيه من كل شوية عايزة اروح، وحشوني. قد ايه انت شفتي انها عرفت تنطق اسمك او تنطق خامة؟ انت يعني حاسه ببهجه، معقوله عرفت تنطق؟ ما كانتش بتتكلم، مامتها بتعاني 3 سنين ما بتنطقش، قالت اسمي انا؟ ده انا بالنسبه لي يعني انا بكلمك بجسمي اشعر، يعني حد وحشوني فعلا. بدانا دلوقتي مع السمع وفي البصر، طبعا دول يعني حد برضو ليهم لمسات جميله قوي. لغه التخاطب انت بتتعلمي منهم، يعني اول اشاره بداوا يعلموها لي كده ان هم بيحبوكي وبيحبوا الخامه دي، فكل شويه اتعلم منهم. والمواقف اللي ما بيننا بقى جميله جدا، يعني انا بشكر الوزاره انها سمحت للفئه دي انهم يختلطوا في المجتمع ويندمجوا بدل ما هم مهمشين. رؤيه حلوه قوي، لان فيهم طاقات ابداعيه حلوه ما شاء الله. يعني هل في تتبنى مشروعات معينه يعني لصالح الاطفال ابناء المجتمع؟ لان دايما احنا بنرفع شعارات الجامعه في خدمه المجتمع، كليه التربيه الفنيه في اسوان اكيد برضو بتستخدم هذا الشعار وبتحاول تطبيقه مع اهل البلد. حضرتك ذكرتي لمحات بس ممكن يعني نسترسل فيها اكتر. احنا طبعا عندنا توجهات، وبيبقى عندنا طبعا في خدمه المجتمع والبيئه اللي حوالينا، غير المشاركات المجتمعيه في الجداريات والمناسبات واللي هو تطوير المدارس او كده. عندنا كمان توجه تاني، ان احنا بفضل الله اخذنا موافقه سعاده رئيس الجامعه على انشاء مركز النخيل. لو انت هتخلصي تخلص امن من مخلفات النخيل دي، وهتقدري تصنعي منها حرف، وانشاء قريه الحرف التراثيه في اسوان من الابناء الخريجين مع الحرفيين. الناس وهي جايه من المطار هتشوف ازاي الحرفه بتتعمل قدامك والمنتج، فهتشوفي الحرفه والصنعه بتاعتها مع الحرفيين والطلبه اللي بيشتغلوها، وهتشوفي المنتج، وتقدري ان انت مش بالاسعار الجامده اللي موجوده في البازارات، وكمان اللي هي خدمه الجامعه اللي هي بتنشر ثقافه وعلم وفن الكليات اللي هي فاتحه. جميل. القرية دي يعني دي تحت الإنشاء دلوقتي؟ إن شاء الله إن شاء الله. فالزائر أو السائح هيجي يشوف على طول ده، يعني حتى يعرف إيه اللي بيميز المكان، لأن في ناس كثيرة ما بتبقاش عارفة إيه اللي بيميز المكان، فده لفتة جميلة. بقى جميل جدا، عندنا في أسوان مهرجانين وثابتين شوية، اللي هو مهرجان المانجا، مهرجان التمور زي الخليج، ففي تطور كبير ما شاء الله.
يا رب دايما ان شاء الله. وانا ببقى سعيده لما يعني بشوف نماذج مهتمه بالتراث بتاعنا وبتحاول تحافظ عليه، لان هو ده هويتنا وهي دي الشخصيه المصريه اللي عاوزين اولادنا يعرفوها ويكبروا عليها، يعرفوا احنا بنلبس ايه وبناكل ايه وايه ابرز الحاجات اللي عندنا، وان احنا عندنا حضاره عريقه احسن بكتير قوي من حاجات زائفه ممكن نشوفها دلوقتي او حاجات بيصطنعوها عشان يعملوا نفسهم حضاره، لكن احنا حضارتنا بجد حق مغله في القدم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ايمان وجدي استاذ الاشغال الفنيه المساعد ووكيل كليه التربيه النوعيه جامعه اسوان، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا، وبكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم. مصر دايما جميله بحضراتكم، غدا يتجدد اللقاء ان شاء الله.